تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بابا عصفة يا الخير تبارك الله. الماجد عكاس كويس على الساعة اللي حد يحصل بيها زعما مخسر كل شيء. تبارك الله اللهم صل على رسول الله. شوف اخوتي شوف 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 جاني ايام رمضان. اللهم صل على رسول الله يا الخير مولانا يا شوف اخوتي كيفاش هكا شوف 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 اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. شوف اخوتي شوف شوف امطار الخير عالم اخوتي فين كيضيعوا شوف بارك الله ويسال يحرقوها في القلب بارك الله اسمع عمي بارك الله تبارك الله تبارك الله. شو اخذ المكياج كامل ودي شو اللهم بارك اللهم بارك الحمد رمضان كبير قلب رزقه قلب خيره وخميره اللهم لك الحمد. شوف اخذ المكياج الماء الدلمه الماء الدلمه شوف 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 الماء الدلمه تخلي لي اصبر يا حبيب حالك بارك الله صلى على النبي بارك الله بارك الله. شوف اخوي شوف 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 خيرية شو الرمانة كيفاش طاحت شوف شوف كانت واقفة شوف كيفاش طاحت كانت واقفة بارك الله بارك الله. شوف اخذ الماء دلنا شوف 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 اش كاد الليالي يا اخوتي هذا زيان الزراع ويا هذيك الوجات خرج ميشا بقى كل شيء طيب عاود كل شيء صفر اللهم بارك بارك الله وسلم على النبي. شو قصة عمر الماء انا عمرت عام البانيو واصل خير يا شوف أرض مولانا تبارك الله. كنت عندي دابا شي عايش في البرامل تاع مارتن دوز الصيف هانية من الصيف. هي تا كان شي شاطو دابا وصلوا صديقتي ديريكت منها الجعباني عمار في الضلع. صلي انت باقا شي حاجة فيك. خاصك العمر. الحمد لله ربي اجري يا كعبه لا كعب كعبه يا اشتري لا هذا انت مشتا حي 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 كعبه لا اشتري لا كعب شو اخذ تبارك الله البنيه ما عملناها ما كملناش قسمين باهي كان يجي جيدة مع الجعبة الجعبة نجا عندي هامل هاي تبدو يعرف شي حاجة على العمنا الاسطر هنا هي بارك الله يا ربي كيجيو لنا مجموعين داغية في البلاصة عمر ملي يكون الشتا مجيدة في البلاصة كاملة اللهم بارك تبارك الله هاد الدكر الحبيبة ما جي عاق كذا سلام مراوس ما ليش قالوا شعب مراشي لا قدرت الجرعة ديك شي قالوا ديك البني ديك البني ولا شي حاجة على الماء شوف الماء فين يجي شوف شوف
عروسة الزغبية جوز عليها في السقية، هي عارفة المحنة لنا أنا كان سقيشين معاه، يا مسكينة لقى سقي، هي اللي عارفة المحنة لنا كيفاش جوز عليا. كده بالرحمة يجري قدامي، اجري يا القران اجري اجري يا القران. علق احصل تمه. عمر ودي البر مصيبة، عمرت منين ما لقي صافي نفس الدنيا. شوف بارك الله فيك يا صافي. اللهم بارك. احن الشتاء ماشي مشكل يا واخا. كمان مساء عربو مشترى مخصمي راه بارك الله زاو ما الدار شي زاو افلاس تي تو جاو الناس تبارك الله. احنا ما نقوش هذاك الشيء اللي تاور مستطاع لنا مش عاقد احنا حل ديالنا تبارك الله. ها لايك بارك الله اللهم ما لك الحمد. انا غلطتني دائما المشاهدين ديالي. هاك انت دا بخير بخير مزيانين مزيانين. ندوبو شويه الشكلاط ايوا نزوقو بعد شويه تاع الشكلاط. شنو هو الشيء عندك هنا؟ عندنا شويه الحمام طيب والسحور ونعمر هذا التونينات انت زعما يدوبو تونينات. عند عزيز انا تونينة انا عززتها لحم انت ما كنتش عجبة من بعيدة لا كاش ما خشي تجيبها. وهذه الاضافة هي الدقية شي ديال المحلابات هكا حنيني وش هي واش. السلام عليكم كيفكم انا لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ورمضان كريم نتمنى الله يدخل بكم الصحة والسلامة وطول العمر باش ما تمنيتو يا ربي. المهم اخوتي كما تشوفوا معايا انا دابا صغرتي جميلة السحور اليوم الثاني لرمضان البارح تلقى لي ما صورتي اليوم الثاني لرمضان عندي دابا هنا محل السحور صديقة الطيب ودابا نعمر الفرقة الثانية للبقر. حلو عندي هنا الحوت كيف لون الملاح والخال نشوفو بحال لي بيض بالخال. ايوا نعمروه ونقيو الحرشة والحريرة بقالي من البارح. ايوا تبارك الله. مشاهدينا السلام عليكم كيف انتم لاباس عليكم بخير مزيانين كنتمنوكم تكونوا بخير وعلى خير وكيف انتم مع الصيام ومع سيدنا رمضان ورمضان مبارك سعيد عاده الله عليكم الصحة والسلامة واليمن والبركات ورشي رزياق كل ما تمنيتو ان شاء الله والصبر الصبر الصبر ما تشوفوها احنا مع لالا وصال ما هي كذا استغربنا التويشية ثانية ما عرفتش انا عمر الحوت الحوت كبير وما انا عجبني الحوت هذا تبارك الله اكيد كل يعرفوا هذه تونينا كان عجبني تبارك الله وبالخصوص ملي يكون معمرة بحال هكا هي تجي واعرة يا سلام يا سلام. المهم نخليكم مع الطباخة ديالنا ويسال ما طباخة ديالنا طيب العادي تبارك الله الخير والبركة خير والبركة ايوا عطاك الله الصحة. دابا شنو صافي ساليتنا الوصفة هذي بالقلياشي ولا نخليه بلاتي من بعد يا كوكوت نعمتي ديال القرقار
شنو تما القرقرة والصفار. تبارك الله كما شفتوا معنا تبارك الله الخير الشتا طاحت. ما بارك خير الخير الخير ويصال كان زاد في الكار للماء وقل كيف بانقي ورمضان تبارك الله الله يلبس قلبي في الماء عمرات كل شيء. اليوم كرهت يوحى العثمان البرامج مع برامج ولد الصيد. انتم اخوتي كما تشوفوا دابا انا عجن الحرشه ديالي ونخليها تخمر ومن بعد نطيبها ان شاء الله. دابا مشاهدينا ما شفتوا هالحرشه اللي وجدت لكم وصال هي هذه ها الحرشه كتشوفوا الحرشه نشوفوا الحرشه هي هذه الحرشه وانا اول وجبه ديالي في رمضان هي هذه النهار تحركت به قياتي كما كتشوفوا صغرت لاتي الوجبه الرئيسيه في في مائده الافطار هي هذه اتي ايوا دابا لالا وصال هي بلاتي نوريهم الكوزينه ديالي وريت انا وشي حيث اميره هانتوما اختي كما قلت لكم بنوني هذه الجهه هذه من حيث الفران نخليها على بلاصه هذا الفران وهذيك بنصغر عليها البوطه وهذه نقنق عليها القشع كيفاش جاتكم البوطاجي خاطر شني رفد لي بعد شويه من تحت القشوع وهذا يبقى لي جبنا الخدمه سيبتها كلها نهار سيبتها البوطاجي بنيت ونطيب عليه الناس البوطاجي خصو المعلم وخصو السيما والرملا والناجور وانا كيف جيت وثلث ايام ديال الخدمة السيدة بنص ساعة قضى لها الشغل لا لا جيت سبتها جبرني طيبت عليه لا شيء ديك القوازة وصار الحرشة ديال بناء داكشي داكشي تما المناضة والماء هذا النعناع واش بغيت النعناع المعلم واش بغيتي يا تيب النعناع ولا بالشيبة بيبش هذا وقت النعناع دابا انا ما تقولوا ما غسلته انا غادي نخرج بحال ديك البطاطا دين تحية لاختي فاطمة الهليلي اللي سولتني في الكومنتار سولت وصال قالت لا الصديق واش غسل ديك البطاطا ولا تكثروا النعناع لا تكثروا النعناع المعلم انا يعجبني حتي فيه النعناع اودي اودي مالكي وصال اقول لي قلت له هيدا زعما والله ماش مصنوع وليد اللي جابوا لنا على قطعوه باش قطعوه وتقطع بالماكينه جانا هنا بالماكينه هذا تي شكون يزرعو شكون يصاغو شكون يلقى لنا في باك هي باش وصل لعنا لهنا المغرب صافي قنعتني اقتنعت هيدا صاحبي وبعدين ايد الفلاح بيقولوا لنا ايه مشكله مش شايفاني انا لسه نزل الفاس اميره شنو عندها الله يلا اخوتي خليكم على المهم ما سمحوا لنا بزاف الا شايناكم الحمد لله الله مالك الحمد المهم شوف هذا الفطور ديالي انا يلا سبت نعم سيدي بريداتي والحرشه والزويات ولا قسم الله اخر ما ماشي ضروري يكون اللحام ويكون الدجاج ويكون ما عرف شنو باش نفطرو لا قسم الله خوتي انا والله الا قلت لها من هادشي كامل قلت لها سغب لي البيصر ها هي تقول لكم لا سغب لي البيصر بها نفطر بها نتسحر اصبح بنادم عامر اصبح ناضي عاودت البار في هذا السحور هذا اللي فات السحور اللي فات اصحر لي فات سايق عمرنا التليفون ولا جوج ايوا ما نوت جبرت جوج واثنين هاي
هيا لا الدربة ذي الفيحة ما تبيت أحلم بالصحور. أنا والله ما فطنت. هي التليفون كان يصبحها على سنان. عادي زعما أول مرة ولا إنسان لا دار باله يعني الصبار الصبار وتسع الخاطر ماشي ماشي طيب بلا سحور ولا بلا فطور ولا عادي يا صح عادي الناس الله يحسن لهم كاين اللي كيفطر ما كيلقاش يعني الا من رحم ربي والحمد لله كاين الانسانيه وكاين القلوب الرحيمه اللي كيساعدوا بعضياتهم وهذا كيتعاون مع هذا وديك حتى ديك الجوره والتلاحم الحمد لله احنا في المجتمع المغربي عندنا ديك تقاسم وتراحم يعني الجيران شي كيدوق شي اللي عنده شي حاجه ما كايناش عند الجار ديالو كيعطيها للجار ديالو والجار الاخر عاوز كذلك والحمد لله الحمد لله على صلة التواصل وعلى صلة الرحيم وكنقول لكم من هذا المنبر رمضان كريم كل عام وانتم بخير وشكرا بزاف لكم على المسانده ديالكم والدعم ديالكم. يلا هز بسم الله بسم الله دي واحدة واحدة غيقز انت عبي الحمار يا عجبها الحامة عبي يا طبيب يا سخر معي حسابك مينو مينو سيمو خلوني فوفو أميرة في الكاميرا يا نان شوف شوف انا خدي بصحة فطوركم